والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عليه الصلاة والسلام. بكل حال نتقدم بالشكر الجزيل للممثلين تاع السيد المدير العام وممثلين المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري، ونقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. ولكن نقول لهم كاين حاجة، المسؤولية اللي كنت فيها أنا ما كانتش تشريف، كانت تكليف، وكنت نأدي في مهامي كأي موظف في المؤسسة تاع الدولة الجزائرية، وهذا واجبي وواجب وطني لازمني نأديه. بكل حال نشكركم على كل حال، ونشكر السيد المدير العام، ونشكر جميع إطارات المديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري، ونتقدم بالشكر يعني الكبير لعمال الوحدة الجميع كلهم، ما فيهم يعني عمال تاع الصيانة، عمال الإدارة، عمال الحراس، يعني فعلا أديت معاهم تقريب 26 عام، ما كانش واحد الحمد لله نواني. كاين تنوية تاع 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 خدمة ما فيها حتى حاجة، هذيك راه لابد نقول لهم يا ولدي إذا كنت كاين حوايج درتها لكاش ناس يسمحوا لي على كل حال. هذه راها من المهام تاع المسؤول، لازم يكون شوية في أموره شوية، لابد توقع توقع في بعض الأمور، صاروا في بعض الأمور وتوقع مناوشات بعض الأمور. على كل حال راها مدة طويلة، يعني تقريب مش تقريب، لا بالضبط ربع قرن، ربع قرن راها مدة تاع زمن كبيرة نزهة. ولذا نقول لهم يا ودي نطلب منهم السماح، إذا كاش ما كاين واحد سويته ولا قلت له كلمة، والله يعني مانيش عارف خذيتهم الحق، والله الله قال هذيك راها خارجة عن إرادتي، قال لي ما عرفتهاش. ونقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة، وإن شاء الله نقول الفتاش أحسن يؤدي الواجب تاعو كما ينبغي، لأنه فعلا يطار ويستاهل باش يتكلم بهذه المهمة، لأنه في جميع الفترات اللي فاتت والله اللي خذيتها معاه هنا كان هو السند اللي ورايا دائما في الوحدة، وجميع الموظفين وجميع العمال يشهدوا له بهذا العمل. ونقول لهم يا ربي مرة ثانية السماح السماح السماح، سامحين، بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة والشكر الجزيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.